السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الطلاب الكرام، نواصل في شرح الشابتر 3 Performance of Feedback Control System من مقرر التحكم الآلي. محدثكم دكتور منجي محمد زايدي. Time Domain Analysis of a Second Order System. قلنا في الشرائح السابقة أنه The Transfer Function of a Second Order System, the output C of S على الـ input R of S can be given by this equation Wn square over S square plus 2 zeta Wns plus Wn square. Two poles of the system are. قبل كل شيء سنتكلم قليلا على البولز. ما معنى البولز؟ البولز بكل بساطة أنا عندي Transfer Function. البولز هم جذور المقام يساوي صفر. يعني if I make s square plus 2 zeta wns plus wn square equal to 0, يعني المقام يساوي صفر، ونسميه the characteristic equation. هذا نسميه characteristic equation، بطبيعة الحال يعني هي معادلة من درجة ثانية، ونحلها بالمميز الدلتا، والذي نعرفه هو b square minus 4ac. وبعدها سيكون عندي يعني pole 1 أو جذر أول s1 تكون minus b minus root of delta على 2a، و s2 equal to minus b plus root square of delta على 2a. فهنا يعني بالنسبة لجذور المقام يساوي صفر نسميها ماش؟ نسميهما البولز of the system are. عندي جذر أول S1 equal to minus W zeta plus Wn مضروب في الروت سكوير زيتا سكوير minus 1، والروت الثاني S2 يعني يساوي، يعني هو the conjugate of the first one. البلاس هذه تصبح هنا minus، بس بطبيعة الحال ال S1 وال S2 جبناهم من وين؟ جبناهم من خلال يعني استعمال المميز. نواصل في التايم دومين اناليزيس اوف ا فيرست اوردر سيستم. قلنا انه هذا الاس 1 الجذر الاول، وهذا الجذر الثاني نسميهم البولز. نسميهم البولز الجذور. according to the value of zeta of zeta، بطبيعة الحال جذوري التي هي يعني حلول او جذور المقام يساوي صفر هي s1 و s2، ونلاحظ ان s1 و s2 تتغير بتغير ال wn والزeta، والزeta هو هنا يعني مهم جدا. according to the value of zeta a second order system can be set into one of four. يعني عندي اربع حالات في السكند اوردر سيستم من خلال الزتا. الحاله الاولى هي نسميها الاوفر دامبد، اوفر دامبد كيس. امتى يكون عندي اوفر دامبد كيس؟ بكل بساطه لما يكون يعني الزتا اكبر من واحد، ومن هنا سيكون عندي يعني عندي تو بولز نسميهم تو ريل ديستينكت بول، يعني على الريل اكسس، ويكونوا يعني في اللفت سايد بارت، يعني يكون عندهم الريل بارت نيجاتيف، ويكون يعني الايماجينري بارت حقهم الاثنين ايكوال تو زيرو. هذا بالنسبه للاوفر دامبد كيس. الحاله الثانيه تكلموا على الاندر دامبد كيس. بكل بساطه يعني هذه الجذور اس 1 ايكوال ان اس 2 ايكوال نسموهم البولز. لما يكون الزتا محصور بين الصفر والواحد نحن بصدد يعني دراسه حاله الاندر دامبد كيس. وفي هذه الحاله سيكون عندي تو كومبلكس كونجيجيت بولز. هذا البولز الاول اس 1 وهذا S2، يعني كل بول عنده real part negative وعنده imaginary part، والبول الثاني عنده real part نفس real part مشترك للجذرين، والimaginary part هو عكس الimaginary part الأول. وبالنسبة للحالة الثالثة هي الأندر دامبت كيس، سوري الأندر دامبت كيس، هي بكل بساطة لما يكون يعني الزتا equal to zero. لما يكون الزتا equal to zero the two pole S1 and S2 it's very simple. If I make zeta equal to zero I can get S1 and S2 equal to how many equal to يعني زتا equal to zero، يعني هذا يساوي zero and this one equal to zero. وبالتالي يعني عندي the two pole نسميهم two imaginary pole، two imaginary pole يعني عندي اثنين جذور على الimaginary axis والreal part equal to zero. ثم يعني الحالة الرابعة والأخيرة هي critically damped case.
هي بكل بساطة لما يكون الزتة equal to 1 هذا البول الأول S1 equal to and S2 equal to if زتة equal to 1 if I make this 1 هذا يصبح 0 وهذا يصبح 0 تبقى إيش تبقى S1 equal to S2 equal to minus Wn if you make زتة equal to 1 هذا 1 هذا 1 يعني S2 equal to S1 equal to minus Wn في هذه الحالة يكون عندي two real but equal pole يعني هذه هي الحالات الأربعة في second order system والتي يعني تتأثر تأثرا مباشرا بقيمة الزتة فهنا الزتة يعني عنده يعني أربع حالات أو ممكن أن نقول أن الزتة يعني هو محصور إما يكون محصور بين الصفر والواحد أو يكون أكبر من الواحد أو أقل من أو يساوي صفر يعني هذه الحالات أو مختلف الحالات للزتة أو نسميه يعني the damped ratio أو عنصر الإخماد كما سبق وقلنا في الشرائح السابقة thank you